التي تنظمها دار المواطن على القدس. ولكي لا أطيل عليكم، لا يسعني في هذا الأثناء إلا أن أتمنى أن نتمنى المجهودات التي تقوم بها إدارة دار المواطن القدس ومجلس تدبير الجمعية الشركة مع التعاون الوطني. والآن سوف تتم عملية توزيع لقمة التكوين التأهيلي على المستفيدين من في الشعب التالية: شعبة الإعلاميات، فسوف تتفضل السيدة خديجة غيفي. الحلقة أمينة هريكس، يتقدم السيد مندوب الإقليمي للتعاون السيد الرحمن الرحيم. باسمي مديرة دار المواطن القدس ونيابة عن الأطر ومستفيدات ومستفيدي خدمات التي يقوم بها دار المواطن القدس، يشرفني أن أرحب بكم بهذه المناسبة وحفل اختتام السنة بالنسبة للمستفيدين والمستفيدات دار المواطن التي قمنا بتوزيع دبلومات من الإعلاميات، الفصالة والخياطة، الكروشي، الحلاقة. وهذا دار المواطن كتقوم بجميع الأعمال الاجتماعية، وكنا نأطروا بنات خارجين من المدرسة كيجيو عندنا ويتعلموا، ياخذوا ديبلوم، ياخذوا شواهد ويمشيو ويفتحوا بوتيكات، صالونات بالنسبة للحلاقة، بالنسبة للصنعة، يفتحوا البوتيك للخياطة والفصالة، الكروشي والطرز بجميع الأنواع ديالو. أنا مستفيدة بدار المواطن القدس.
هذه 4 سنين وانا فيها صراحه استفدنا بزاف ديال الحوايج، تنحيدوا كربات البيوت، تنحيدوا الروتين اليومي اللي تنعيشوه في البيوت ديالنا، ملي تنجيو لهنايا تنديروا الصنعه الطرز الفصاله وزعما حتى المستفيده حتى الاطر ديالنا، الناس اللي عمرها دار تيعلمونا بكل نيتهم وتيوقفوا معنا، وان شاء الله هاد الدبلوم اللي غناخذو ان شاء الله في هاد دار المواطن يحل لنا ابواب اخرى خارج ان شاء الله. لا ان شاء الله علاش لا، هي كصنعه زعما ممكن ان نرد بها واحد الدخل لداري ونعاون بها الاسره ديالي، علاش لا.